قال صلى الله عليه وسلم كما تكون مدة ولا عليكم. أمين. أنا من الخيار الناس. أمين. تكون شيئا من الأهلام. قضاء في الكثير. أمين. صلى الله عليه وسلم. أمين. وحسن الله عليه وسلم. أمين. 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 كما تكون مدة عليكم. لكن خيار الناس ليس خيار الناس اللي يشرعوا من الناس يقول لنا الخير. أمين. وحنا يصبح كمدوا. وصبح لهم الحراف يصبح. بس مش يصبح النجاب إن شاء الله. أمين. وحنا يصبح النجاب. وصبحنا الله يعني عدم الاستقرار. ويقولون الله خيار شاء الله. أم كان يقول لنا صلى الله عليه وسلم. كان الله يقول لنا أمورنا خيارنا. الله هو لأمورنا خيارنا. الله هو لأمورنا خيارنا. ولا تكون شرارنا. دعوا لنا الحمد لله. أمين. سريع العقل. كما تصبر سريع لك الصبر. خلق الدم وبيمينك وبما يمين وهي المصدر بسمر أنا قاعد أكيد سمر سمر قاعد أوي هاي خسارة نجد بحث نفسه أمين الله يبارك فيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة البعض لنا والإخوان الذين سبقونا ولا شك في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انسانا ما القرآن سبحان ربك رب العزة طلع يتصلوا على في المركز باش نعطوهم الجوائز تاعهم. بارك الله فيكم وشكرا لكم. هي المبادره اللي درتوها نشكركم عليها. ولكن الحلقه اللي فات الاجتماع اللي فات قلنا هو دونك هنا وراها لوسونوريزاسيون ما كانش وراها المقر دونك جي رحنا في المده حنايا اغتنموا الفرصه مادام الاخوه هنايا الى ربما يعني كانش اللي عنده نفوذ ولا واستقرنا قررنا ارض ارضيه المقر ويتمنى مقر يعني الصاله نتاعها نتاع لا ريونيون بالبوار نتاعها يعني كلش له يكون مقر لكفيل اليتيم. دار اليتيم. دار اليتيم سميها كيما بغيت بصح المهم المقر يكون هذا هو وكونوا الموظفين وهذا الشيء ماذا بينا يعني في اقرب الاجل. احنا دايرين اقتراح للسيد الوالي شفنا واحد الارض واحد دايرين اقتراح للسيد الوالي نطلبوا من الله ومنه يعني باش يوفقنا على هذه البلاصه هذه خاطر كي نديروها قلنا تبقى مخلده للاجيال كل انسان عندها يبغي زكاه ولا شي حاجه يعرف ولا انسان اي محسن يعرف وين راه دار اليتيم ما يبقاش حاير ما يبقاش وحنا من خط Thank you.
الله.